بمساحة مزروعة قاربت 4200 هكتار، يواصل مزارعو دير الزور جني محصول القطن، إلا أن ضعف التوريدات وعدم الوصول إلى الكميات المتوقع تسويقها انعكس سلباً على الإنتاج الذي جاء عكس التوقعات لهذا العام. كميات الأقطان المستلمة من الجمعيات الفلاحية والأخوة المزارعين 1124 طن تم توجيهها إلى محالج حمص وحماة. عملية تسويق الأقطان مستمرة لتاريخ هذه اللحظة، تجاوز 1000 طن لتاريخ اليوم، ولكن كان هناك معوقات وصعوبات تعرض لها موسم القطن لهذا العام، وأهمها كان انحسار نهر الفرات. نعاني من بالنسبة للمنطقة الشرقية بالذات، هي منطقة البوكمال، نعاني من نقص الإنتاج، وهو نقص الإنتاج عائد لسوء البذار. يعزو فلاحو دير الزور سبب ضعف الإنتاج إلى سوء نوعية البذار التي جرى توزيعها بالتوازي مع بدء عمليات زراعة المحصول، حيث اضطر بعض الفلاحين لزراعة الأرض بالبذار مرتين لعدم الإنبات وعدم كفاية كمية السماد. كنا متفائلين بالخير عند ما صار القطاف، وإلا يعني نص الموسم فاشل. بعدين عندنا شغلة، البذور طلعت ما كما يجب، يعني بذور طلعت فاسدة. يعني أول ما بذرنا ما طلع، ردينا أخذنا بذور مرة ثانية طلعوا قليل، راجعنا الوحدة الإرشادية طلعهم علينا جماعة يقول لك العطلة من البذور محروق زيادة. كل 10 أمتار طلعت حبة، هاي ولا سماد ولا مية. القطن مضروب يابا، والله أنا هالحاكيك عندي 8 دوان بيجوز ما يلقطن حتى 200 كيلو من الدودة والعطش والبزر. مدير زراعة دير الزور أكد أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة بناء على شكوى الفلاحين، والتي قامت بأخذ عينات ومعاينة البذار، وعزت الأمر بأن عدم الإنبات وضعفه سببه عدم تحضير الأرض بشكل جيد من قبل الفلاحين، وهذا ما لم يساعد البذار على الإنبات في المرة الأولى.